ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد عبد الرحمن الوقع عضو مجلس محافظة نينوى. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. أهلا بكم ومشاهديكم وقناتكم الكريمة. أهلا بكم. شرعت قطاعات المحور الشمالي بمعركة تحرير أكاديمية الشرطة وحي الزيتون شمال شرق الموصل، هل وضعتنا على آخر التطورات في هذا الجانب؟ الحقيقة بعد الضغط الذي حصل على تنظيم داعش وضعفه وانكساره في المحور الشرقي وكذلك انتحاره في أغلب مناطق نينوى وخصوصا الجنوبية، بدأ يحاول تخفيف الضغط عن عناصره الذين بدأوا حقيقة يفرون من أرض المعركة وبدأ الانهيار واضح عليهم، فقام مؤخرا باستهداف المدنيين في المناطق المحررة وخصوصا الذين يرمون النزوح إلى مناطق أخرى بعد أن استهدفهم في بيوتهم بقذائف الهاون التي يطلقها على المناطق السكنية المحررة. وزيادة في الضغط قامت القوات الأمنية في المحور الشمالي بفتح جبهة جديدة من جهة أكاديمية الشرطة باتجاه الأحياء الشمالية من محافظة من مدينة الموصل على عناصر داعش ومن أجل الانتهاء حقيقة بأسرع ما يمكن من المحور أو الساحل الأيسر وخصوصا الآن حقيقة الأهالي في مدينة الموصل يعانون من حصار داعش ومن قلة الخدمات والأمور التي الآن هم يعيشونها صعبة جدا من الخدمات الأساسية والغذاء والأمور الضرورية للحياة. نعم، في حال انطلقت جميع المحاور باتجاه أهدافها داخل الموصل، هل تتوقعون انهيار داعش في الجانب الأيسر خلال فترة قصيرة؟ الحقيقة الآن على في المحور الجنوبي وأرى تعزيزات كبيرة للشرطة الاتحادية تذهب باتجاه المحور الجنوبي وكذلك باتجاه المحور الشرقي، وبالأمس مساء أيضا كنت في المحور الشرقي وأيضا كانت هنالك تعزيزات كبيرة تذهب باتجاه المحور الشرقي والشمالي، هذا مما يدل على أن داعش لم يصمد طويلا في الساحل الأيسر. وحقيقة أنا أعتقد أن معركة الساحل الأيمن ستكون أكثر نوعية وأكثر سلاسة من الساحل الأيسر، لأنه داعش الآن بدأ يفقد أهم قيمة عنده هو القيمة المعنوية لعناصره الذين اليوم هم فقط يفكرون في الانتحار أو الهروب، يعني لم نشاهد أو حقيقة عندما نلتقي بالقادة والمقاتلين داعش لا يقاتل رجلا لرجل وإنما يرسل بمفخخاته أو يضع عراقيل العبوات أمام القوات المسلحة، وحقيقة القوات تستطيع الإجهاز على هذه بسرعة لكن خوفا على المواطنين الأهالي الموجودين تحت سيطرة داعش وكذلك على البنى التحتية، ففي بعض الأحيان تتريث في بعض الهجومات وممكن أن نخسر وقت لكن لا علينا أن لا نخسر الأرواح والبنى التحتية. نعم، هل طرأت تغييرات وتعديلات على الخطط الإغاثية والإنسانية المرافقة لمعارك التحرير بالتزامن أيضا مع تغيير خطط المعركة؟ حقيقة الجهد الإغاثي والإنساني يقوم به بالدرجة الأساس الآن هو القوات الأمنية التي تحرر بيد وتغيث الناس بيد أخرى، وهي التي تدير الإغاثة في الساعات الأولى للتحرير. مشكورة القوات المسلحة التي اليوم يقع عليها عبئين، عبء التحرير وعبء الإغاثة. أكيد أن الخطط عندما تتغير الخطط العسكرية فإن الخطط المدنية تنفذ بما يتلاءم مع إنجاز هذه الخطط العسكرية وما يضمن وصول المواد إلى المواطن وبضمان سلامة المواطن، لأن أنت تعلم أن والجميع يعلم أن أهالي محافظة أو مدينة الموصل هم محافرون منذ أشهر
والآن نفدت لديهم كل المؤن والمواد الغذائية، وهم اليوم بحاجة إلى هذه، وقد يتجمعون في تجمعات كثيرة، لأن من يرى أطفاله وأبنائه جياع قد حقيقة يذهب إلى مكان بعيد لكي يأتي بقوتهم. فالقوات الأمنية والخطط المدنية تتغير بتغير الخطة العسكرية من أجل الحفاظ وسلامة المواطنين. نعم، في هذه الأوقات يقبع في المخيمات من النازحين ما يزيد عن 125 ألف نازح، جميعهم خرجوا خلال الصفحة الأولى من معركة الموصل. كم تتوقعون أن يكون النزوح خلال الصفحة الثانية من المناطق التي سيتم تحريرها؟ حقيقة وبداية أنا متابع لموضوع النازحين الذين يخرجون من مدينة الموصل، وكل يومين أخذ وجبة من منطقة الجوجلي أو الأحياء المحررة، وأذهب بهم إلى المخيمات أو إلى منطقة جنوب الموصل التي استقبلت العديد من العوائل المشكورة، مناطق جنوب الموصل والمناطق المحررة، وبعض العوائل تذهب إلى بغداد من أجل أن تعيش في أماكن أخرى، أو قد يذهبون من أجل مباشراتهم كموظفين، وكذلك بعض الموجودين في مخيمات. الحقيقة الموجودين في المخيمات يعانون معاناة كبيرة، وإذا كانت هنالك موجات نزوح أكبر فإن هنالك كارثة إنسانية تحدث، وأن حقيقة أهل الموصل تركوا بيوتهم وتركوا مؤنهم وقوتهم، وهم تعودوا على أن يعيشوا في رفاه وعلى وليان يوضعون في مخيمات تفتقر إلى المقومات الأساسية للخدمات، وخدمات ضعيفة جدا. وأنا أطالب المجتمع الدولي وحكومة بغداد والحكومة المحلية بأن نظر بعين جدية وبنظر الاعتبار إلى هؤلاء الناس الذين يعانون في المخيمات، وكذلك النازحين في المناطق المحررة. حقيقة الصفحة الثانية نأمل أن يكون التحرير سريعا كما أسلفت قبل قليل، ونتوقع أن منطقة أو الساحل الأيمن سيكون التحرير فيه نوعي وسريع، ونعود في ذلك على الانهيار الحادث الآن والحاصل في معنويات داعش، وقد يكون هنالك انهيار كبير. هذا ما نراه في الأفق لعناصر داعش. نعم، هناك عودة مستمرة من النازحين إلى مناطقهم المحررة داخل الموصل جنوب وجنوب المدينة أيضا. كم بلغت أعداد العائدين إلى مناطقهم المحررة؟ الحقيقة من مخيم بيبغا ما يقارب 20 ألف نسمة قد عادوا إلى المناطق المحررة، ومن مدينة الموصل استطعنا إخراج ما يقارب 3000 إلى 4000 شخص، أولئك الذين أخذهم داعش كدروع بشرية وأعدناهم إلى بيوتهم المحررة. كذلك مئات العوائل الذين أخرجناهم من مدينة الموصل واستقروا في المناطق المحررة أو ذهبوا باتجاه المحافظات الأخرى. نعم، سكان الأحياء المحررة اشتكوا لعدة مرات من عدم وجود آلية معينة لتوزيع المساعدات أيضا، ووجود عشوائية في توزيع تلك المساعدات. كيف سيتم تنظيم عملية التوزيع بطريقة تضمن وصول المساعدات للجميع، وهل باشرتم أيضا بالاعتماد على الوكلاء في الموصل؟ الحقيقة كانت تجربة الوكلاء تجربة ناجحة في مناطق المحررة، سواء كانت في شمال غرب الموصل مناطق ربيعة وزمار، أو في مناطق جنوب وجنوب شرق الموصل المحررة، وكنا نعتمد على خطة جيدة. وحقيقة مجلس المحافظة صادق على خطة مدنية لهذا العمل، لكن هذا العمل عندما تحررت أحياء في مدينة الموصل وأحياء كبيرة مشكورة الجهد الأمني، لم نجد الخطة المدنية التي صادق عليها مجلس المحافظة، والتي كانت عبارة عن مزيج من خطة مدنية بين مجلس محافظة نينوى ومجلس الوزراء بإشراف وأطلع عليها أيضا البرلمان العراقي، لكن هذه الخطة لم ترى يعني حقيقة النور بحذافيرها، وكان هنالك تلكؤ في
بل هنالك ليس تلك وإنما عدم تنفيذ هذه الخطة. وشاهدنا عبر وسائل الإعلام وشاهدنا بأعيننا أثناء زياراتنا هناك وأثناء توزيع المساعدات الفوضوية والعشوائية، وأنا أعرف أحياء حقيقة ذهبت إليها مساعدات تكفيها ولكن بسبب العشوائية لم يستلم من هذه الأحياء إلا 10 أو 20% من أهل هذه الأحياء. الآن حقيقة القائمين أو كما أريد أن أشير إلى أنه مجلس المحافظة قد تقسم إلى مجاميع، والمجموعة الآن المشرفة على هذه الأحياء تحاول إعادة نظام البطاقة التموينية أو وضع خطة جديدة للتوزيع، وتم تشكيل لجنة للتوزيع المنتظم ونأمل أن يوفق هذا الجهد. نعم السيد عبد الرحمن الرقاع عضو مجلس محافظة نينوى، أطلعتنا على آخر المستجدات سواء في الجانب العسكري أو الإنساني، شكرا جزيلا لك.